أعزائي بنرحب بيكم في كل مكان، معكم مريم بشير من داخل محافظة البحيرة، ومعانا النهاردة الحاج عوض والد ضحية البحيرة. بنرحب بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. قول لنا بقى يعني ايه اللي حصل؟ اللي حصل والله أنا جاني تليفون، بنتي كانت في رؤية لطليقها وبديانه وعياله يشوفوا، بنتي يشوفوا، اعتاد عليها بضرب النار وراح فيها ضحية واحد فتحي راح فيها ضحية حالة وفاة. كان في حالة وفاة، يعني هي بنت حضرتك متطلقة، وبعدين كانت بتودي عيالها عشان يشوفوا ابوها. حكم محكمة رؤية. وبعدين لابوها يشوفها، اعتدى عليها وضربها بالنار، صفحها وضربها ايه بالنار. السبب؟ هو اعتدى عليها ليه؟ هو جاي عشان يشوف هو جاي عياله. عشان يشوف عياله، وهو مرتب الموضوع ده، ما كانش يجي 3-4 جمعة قبل كده سابقة، وجاي ومرتب الدنيا ان هو يضربها ويخلع بره البلد. وبعدين ايه اللي حصل؟ انا جاني تليفون ان بنتك انضربت ومصابة في المستشفى بتموت، طلعت جري على المستشفى الشاملي كفر الدوار. طب هو لقيت الاهالي ناجلين بنتي في المستشفى تحت الجهاز. طب هو ايه اللي حصل؟ يعني هو كان ايه سبب الخلاف؟ طلقته ورفع عليه دعاوي، ما بيدفعش مصاريف لاولاده، وعامل محاضر زور. وكانوا قاعدين عادي، يعني هم قعدوا شوية عادي هناك. قعدوا زي 10 دقايق وانا بنكلم في بنتي بنقول لها انت الموضوع تمام؟ قالت لي تمام، ما فيش اي مشاكل وكده. ما كملناش 5 دقايق وبعدين ورجعت تليفون جاني، بنتك انضربت بالنار، الحق على المستشفى بتموت. طب وكان في ضحايا تانية؟ في واحد اسمه فتحي اتوفى. مين فتحي ده؟ ده كان واحد فاعل خير اتدخل يدافع عن بنتي. تمام. انضرب بالنار 4 رصاصات، واحدة في حنكه، واحدة في زوره، واحدة في سيل في القلب، واحدة بعد ما وجع على الأرض. أقوال الشهود قالت كده، قالوا بعد ما وجع على الأرض ضربوا طلقة تانية. واحنا عرفنا ان كان في طفل صغير كمان، وفي طفل صغير بقى يضرب ضرب كده على طول، ده اصاب في الساق الشمال في رجليه، حصل له بك. يعني في 3 ضحايا كده، 3 ضحايا، بنتي واتنين معاها حالة وفاة. بنتك خدت كام رصاص؟ بنتي واخدة 3 رصاصات ومضروبة برش تاني، طلق ناري، رش سلاح تاني غير السلاح، مالي رجليه. يعني كل ده كان عشان الدعاوي اللي هي رفعاها، عشان الدعاوي اللي هي رفعاها، وهو عامل محاضر زور فيني وفي ولادي كلك. طب هما اتجوزوا فترة قد ايه؟ كام سنة؟ فاتجوزوا فترة 2.5 سنين، انجب منها ولد بنت وولد. طب بنت عندها 2 سنين و7 شهور والولد عنده سنة و7 شهور. طب هل كان في مشاكل خلال فترة الجواز دي ولا لا؟ هي المشاكل ما ظهرتش الا مرة واحدة بقى، لكن بنتي بتحكي بتقول المشاكل انا كنت مخبيها، وبنقول له اتكل الله فينا يا فلان. ما كانش راضي يتكل الله، ابوك ايه ده، انا بنعمل كده عشان نجيب راس ابوك الارض ونعمل راس ابوك الارض. طب ليه؟ هو كان في حاجة بين حضرتك ما وبينه؟ لا والله ما كان في حاجة بيني وبينه. يعني خلال فترة الجواز ما كانش فيه أي حاجة خالص؟ خلاف. ما كانش ما خلاف بيني وبينه ما كانش فيه بقى، لكن الخلاف كان قائم بين بنتي وبينه على أساس سبب أبوها، إن كل ما نسأل الناس يقولوا أبوك راجل كويس، أبوك راجل كويس، هو ما فيش إلا أبوك في الدنيا اللي كويس. إنما ما كانش فيه سبب خلاف بينهم هما الاتنين، سبب خلاف واضح. كان خلافاتهم على كده، وهو كان عقدته النفسية إن أبوها يبقى كويس. من يمين. وان انا فوق القانون وفوق 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 الناس كلها، ولا علاقة مع ناس تانية بتسنده، الله اعلم مين هم. طيب يعني بنت حضرتك مشكلتها الاساسية ان هو ما كانش عايزها تقول ان حضرتك شخص كويس. ان انا حضرتي كويس والناس بتحترمني وانا بحترم الناس. انما انا بحترم الكبير والصغير، الصغير قبل الكبير. فأطلق كل الناس والناس كلها تحترمني الحمد لله من احترامي لهم. فأطلق الرصاص عليها وعلى 2 ضحايا كمان. 2 ضحايا كمان، طفل عنده 5 سنين عدت لبتر رجله، وحصل بتر رجله في الساق الشمال، وراجل تاني اللي فاز على بنتي بيقول له حرام عليك يا مش عارف ايه كده، وشتمه وكده وراح يحوشه، اداله 4 طلقات. 4 طلقات؟ 3، واحدة في حنكه وواحدة في زوره هنا
واحده جات له في القلب هنا وجع على الارض، ضرب واحده وهو نايم على الارض، والتقرير الطب الشرعي بيقول كده. يعني طبعا نية العمد موجودة، نية العمد هو جاي عمدا متعمد، خطفوا البنت منها في الـ في الـ في الـ في, الـ في النادي الاجتماعي بتاع الرؤيا، نادي كفر الدوار، وراحت انصارت عشان بتاخد ضمائها جيبها ما حسسوش عنه. طلعت اخته خدتها وطلعت جري، راح واحد مسيحي جابها من الراجل المسيحي، راجل محترم، جاب البنت من اخته وجابها وجيه، دخل بقى النادي وهي راحت اشتبكت معاه، اشتبك معاه قاعد يصفعها، ودخل باب العربيه جاب الطمنجه وجي جاي ضرب الراجل على طول. كان بعد الطلاق في اي مشاكل بينهم قبل كده ولا لا؟ لا احنا مطلقين ما كانش في اي مشاكل، ببراء الذمه هو اللي خلق المشاكل، هو اللي خلق المشاكل بعد ما هي رفعت الدعوة. لا هو اللي رفع دعوة رؤية علينا الأول، واحنا ما اتمنعناش على الرؤية، وفي شهود بذلك على كده اللي هم بعتهم لنا يشهدوا بهذا الكلام بضميرهم. واحنا الأول والآخر من أنا جيت المستشفى، يعني ما جاش تهديد ولا جه أي حاجة من الكلام ده؟ جت تهديدات وهدد وكسر عربية المحامي قبل الوقعة، كسر عربية الأستاذ أحمد اللي هو المحامي وهدد، وانا هعمل وانا هخلي. وكان في اي حاجة في سلوكه مش تمام قبل كده؟ سلوكه كله ما كانتش تمام، كل سلوكه ما كانتش تمام. طب حضرتك بتطالب بايه؟ انا بطالب بالقصاص. انا جيت المستشفى، بنشكر رجال الشرطة، بنشكر احمد بيه عبد العال رئيس مباحث قسم كفر الدوار، واحمد بيه سمير رئيس الفرع البحثي الجنائي، راجل مشكور جنب عمله على اكمل وجه، والسيد مدير المستشفى الشمل، والسيد مدير مباحث مركز كفر الدوار العقيد محمود القاسي، بنشكرهم كل الشكر ان هم بذلوا اقصى مجهود وتحركوا في لحظه، لانهم وصلوا المستشفى لبنتي قبل انا ما نوصل. قبل انا ما نوصل انا رحت لقيت محمد بيه عزي، محمد بيه حازم عندي بنتي في المستشفى، وبقول له يا باشا، قال لي هيحاسب الشخص اللي عمل كده، راح يحاسب، هيحاسب على كل شيء. نشر رجال القضاء وعملنا كبير في رجال القضاء المصري، ورجال قضاء كفر الدوار، ورجال نيابة كفر الدوار قابلونا بكل الأدب وكل الاحترام في التحقيقات، خدونا صحيح ليلة بحالها، بيتونا عندهم تحقيقات، وبنشكرهم بكل الادب وبكل الاحترام، وجايمين دعمهم على كل الوجه. طبعا احنا واحنا كلنا بنطالب بالقصاص للشهيد، بحق الشهيد الاول قبل حق بنتي، حق الشهيد اللي راح ضحيه، وحق الولد اللي عنده 5 سنين بريء، وبحق بنتي بعد منهم، بعد منهم حق بنتي انا بطلب بيه. بعد ما ناخده حق الشهيد وحق الطفل، بناخد حق بنتي من رجال القضاء، واحنا عندنا ثقة عالية في رجال القضاء المصري. ان شاء الله ان شاء الله ناس محترمة وما عندهمش لوا ولا حوارات، وان شاء الله هناخدوا حقنا بالقضاء المصري، وان شاء الله ربنا هينصفهم لحكم عملهم، لحكم عملهم النبيه والشريف، لانهم شرفاء. طبعا احنا واثقين في نزاهة القضاء المصري، وبنطالب بالقصاص عشان الضحية، يعني ده 3 ضحايا وضحية منهم توفى. متابعينا الأعزاء، نشكركم لحسن المتابعة والاستماع.